مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا وكأن ناقص اللبناني، وهيدي مش أول حادث تدريب طيران بيصير بلبنان. ب8 تموز 2021 وبغسطى سقطت طائرة التدريب، وطبعا على متنا كان الكابتن وأيضا جاد موسى وأخته جوال، وللأسف الشديد لقوا حتفهم. ولكن اليوم الساعة 10 إلا ثلث سقطت طائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز سيسنا 172 بالبحر بعد ساعة من إقلاعها، يعني حوالي الساعة 10 إلا ثلث. وكانت هالطيارة عم تقوم كمان برحلة تدريبية بين جبال وجونة، سقطت في حمات، وعلى متنا شخصين هما المدرب وتلميذه علي الحاج أحمد وباسكال عبد الأحد. باشر طبعا فرق الإنقاذ بالجيش اللبناني والدفاع المدني البحث من قاعدتي حماس وعمشيت. من بعد ما رصدت قاعدة حماس سقوط الطائرة، ووزير رئيس مجلس الوزراء أوعز طلب من قيادة الجيش إرساس طوافة للبحث عن الطائرة التي سقطت. من المتوقع أن يتفقد عمليات البحث وزير الداخلية، بعد طبعا هيك متوقع أنه كمان يروح على المكان ويتابع عمليات الإنقاذ اللي نحن طبعا نتمنى يطلعوا سالمين. ولكن هون بسأل سؤال، هذه هي هذا حالات عفوا بحالات مش بحمات، ولكن هيدا هو الحادث الثاني. ودايما مع طيارة تدريبية من طيار المدني اللبناني، من هيك ما بعرف مين بيشرف على هالنادي، ما بعرف إذا هالطائرات سيسنا 172 قديمي الطراز إذا عم بيصير عندهم صيانة، لأنه في مسؤولية كمان. ياما كل شيء بالبلد بناخده بالاستلشاء، يعني خسرنا بتموز شاب وأخته وخسرنا قائد الطائرة، ما بدنا نخسر اليوم نحن قائد الطائرة المدرب وتلميذه، وما بدنا كمان نعرض إطلاقاً حدا لأي أذى. فأنا بتوجه للمعنيين اليوم، أولاً بدي أقول لهم يعطيهم العافية وإن شاء الله بيطلعوا سالمين، وهيدا كل أملنا. ولكن كمان نسأل سؤال، من يشرف على صيانة الطائرات؟ وبدنا نعرف حقيقة ما جرى وليس سقطت الطائرة، لأنه ما فينا نستلشئ إطلاقاً بحياة وأرواح الناس. معلومة. بمعلومتنا لليوم، وزير وزارة الصناعة دعت جميع أصحاب المصانع المرخصة وغير المرخصة إلى قوننة أوضاع مؤسساتها الصناعية وفقاً للأصول، وذلك حماية للقطاع الصناعي ودعماً له، إن على صعيد الإبلاغ عن مخزونات من المواد الأولية لا سيما منها الكيميائيات أو الخطرة أو المحروقات على أنواعها، وعلى إجراءات السلامة العامة داخل المصانع وبالتالي مستودعاتها أيضاً، أو على صعيد الالتزام بالمواصفات والمعايير والشروط الفنية الإلزامية وغير إلزامية بما يؤمن رفع مستوى جودة المنتجات اللبنانية وسلامتها، تثبيتاً لثقة المستهلك اللبناني والأجنبي، ولضمان أيضاً سلامة المصانع والعاملين فيها. كما أيضاً محيط الجغرافي مفروض كمان نضمن سلامتهم، وبهم وزارة الصناعة انطلاقا من دور الرقابة والراعي أن تقوم بخدمة القطاع بالتعاون مع جميع الصناعيين لدعم النمو المستدام والمحافظة على سمعة لبنان وسلامة مواطنيه، وتحقيقا للأمن الغذائي والصناعي والإنتاج إلى الحد الأقصى الممكن، مع التأكيد على الثقة بالصناعيين وتجاوبهم والتزامهم. متابعات. مثل كل أربعة الاتصالات إجمالا منخصصها لكل طالبي المساعدات وما أكثرهم بهالبلد، ودائما بذكر وبقول نحن مش مهم نأمن مساعدة آنية أو مرحلية أو مؤقتة، كمان بهمنا يكون في استمرارية. أكيد يلي عم بيتبرع أو يلي عم بمد يد المساعدة هن أفراد، هن أشخاص، هن ناس بحبوا يعملوا خير، ولكن أنا كمان بحب نعطي الصنارة كمان، يعني حتى
يقدروا يشتغلوا وينجوا ويأمنوا استمرارية وديمومة أكيد معيشتهم ومعيشة عيالهم، لأنه في كتار منهم صاروا عاطلين على العمل، في كتار ما عندهم معيل، في كتار عندهم أولاد وهالولاد حتى الحليب ما عم يقدروا يحصلوا عليه، يعني ولا أبسط الأمور عم تكون متوفرة عندهم، من هيك هن بحاجة لمساعدة. فاليوم كل يلي عم بيساعدوا مشكورين، ولكن اليوم اللي بيقدر كمان يمد يد المساعدة بأن نلاقي شغل لهالناس، شو ما كان الشغل منه عيب بقدر ما هو أنه حتى يأمن الواحد استمرارية، بكون نحن عم نخدم أكتر أكيد الناس اللي عم تتواصل معنا. بأخذ هالاتصال. ألو، أهلا. بونجور مدام ربيتا. بونجور، معك مدام عطية. أهلا مدام عطية، تفضلي. حبيبي أنا حالتي بالورد، أنا مرة عمري 74 سنة، العمر كله خليلي بحياتيك، وعندي جزالة من مريض وأنا مريضة، عندي صبي واحد وصبي متوفي، ابني بيشتغل فاعل يومي ما عم بيقدر يساعدنا، أنا بنزل بلملم وقنانة بلاستيك وهذا تجمعهم بيعهم تجيب آكل، بعد برادة بعد قنينة الغاز، أنا بحاجة جدا جدا للمساعدة، يخلي ولاد العالم كله يخلي لهم أهاليهم، إذا حدا بيقدر يقدر يساعدني. مدام وين ساكنة حضرتك؟ أنا ساكنة ببرج حمود، حد كنيسة الأرمن. ما حدا ساعدك لهلا؟ لا لا لا، رحت على الجمعيات، هاتي رقمكم، هاتي رقمكم، هاتي رقمكم، وما حدا بيطلع فينا مدام ربيتا. مع إنه برشارفيل، مع انه اللي عرفته انه بلاستيك تاكل، يعني اكيد هي مكسوره اجار بيتي. بقدر، يعني بعرف انه اللبناني ما بحب يمد ايده، بحب يشتغل وينتج، ولكن مثل ما عم تقول اذا عم بتلمي البلاستيك شو بده يعملوا لك هالبلاستيك، اذا عندك زوجك مريض وحضرتك مريضه وابنك مياوم، يعني مياوم يعني ما بيستفيد من شيء، لا اي منح ولا اي تقديمات، نهار اللي بيشتغلوا بيقبضوا، اذا ما اشتغلوا ما بيقبضوا. بفهم بفهم كثير وضعك، بس اللي عرفته انه كاريتاس عملت برمة عندها فريق مختص للمنطقة، مثل ما فهمت ما قطع عليكي ولا مرة كاريتاس؟ ولا حدا وحياة العذراء يا لا صدقة، يعني أنا ما عم بالعكس، يعني الإنسان اللي بحاجة. مدام عطيه نحن حطينا رقمك على الشاشة، وأنا بتمنى يكون في يد تمتد لإلك، وبعطيكي ألف عافية إنه عم تحاولي تعملي شيء، وأنا كتير بقدر هالشيء اللي عم تعمليه، إنه عم تلمي قنينة البلاستيك حتى تحسي حالك انه انت عم تشتغلي تتعيشي انت وزوجك وابنك، يعني بقدر هالشي، ولكن انت بحاجه اكيد لمساعده. نحن رح ننتقل الى نقل مباشر وبنرجع منتابع. منتابع الحلقه عنا عبر الام تي في، وبرحب بضيفتي اليوم مديره العنايه الصحيه الاوليه في وزاره الصحه دكتور رندا حميده. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. طبعا قديش مهمه بهالظروف هيدي العنايه الصحيه؟ الرعاية الصحية الأولية هي مدخل للنظام الصحي العام، واليوم لو ما الرعاية الصحية الأولية بلبنان وهالشبكة الوطنية اللي بنيناها على مدى السنوات، كان حقيقة المواطن اللبناني أو غير اللبناني الموجود على الأراضي اللبنانية وضعه كتير صعب على الصعيد الصحي، وبالتالي هالمراكز عم تقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية للمواطن إضافة للأدوية واللقاحات، وهيدا شيء كتير مهم هلأ بغياب أي رعاية صحية بالبلد، بوجود أنه مستشفيات عندها كتير ضغط على محلات تاني، وعندنا نقص بالأدوية بالقطاع الخاص، وعندنا نقص باللقاحات، فهالمراكز عم بتقوم بدورة، وأساساً هالمراكز إلها دور بحالات السلم وحالات الطوارئ إنها تكون جزء هام كتير مهم على صعيد النظام الصحي بشكل عام، خصوصاً أنه اليوم هيك حتى نوضح للمشاهدين ما عاد عندنا شيء اسمه مستوصف، صار مركز رعاية صحية ويرتبط مباشرة بوزارة الصحة، وشروطه الأساسية أنه يكون عنده ممرضات مجازين، يعني حتى مع الواي ام سي ايت يؤمن، يعني هيدي الحكومة السابقة كمان ربطت أدوية الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية وتسجلوا يلي عم بتأمنها الواي ام سي اي، بتصور ما هيك؟ خليني اقول لك، خبرينا شوي، خليني اقول لك، هالشيء ما مش مرتبط بحكومة سابقة، هيدا مرتبط ب استراتيجية وطنية للصحة مبنية على ركائز إلى علاقة بالرعاية الصحية الأولية، والحكومات المتعاقبة كانوا داعمين لمبدأ الرعاية الصحية الأولية، وإذا لاحظتي هالحكومة لاحظت ببيانها الوزاري
أهمية الرعاية الصحية أكيد. الأولية في النظام الصحي. هلأ نحن شو بنعمل؟ هالمراكز بتعمل كتير علاقة مباشرة مع القطاع الأهلي ومنهم الـ YMCA أي جمعية الشبان المسيحية. الجمعية شو دورها هون معنا؟ الجمعية بتاخد بادجت من وزارة الصحة، يعني الدولة اللبنانية بتدفع المصاري. الـ YMCA بيساعدونا لشراء الأدوية وتوزيعها عبر برنامج متكامل وعبر نظام رصد ومتابعة متكامل لحتى يوصل الدواء للمواطن ضمن رزمة من الخدمات. يعني المركز مش صيدلية ما بيوزع الدواء، بيجي المواطن بياخد خدمة لها علاقة من طبيب له علاقة بالسكري بالضغط بالقلب والشرايين لحتى تقدر المركز يعطيه الدواء الخاص بالأمراض المزمنة. وبنضمن هالرزمة عم نقول كمان أنه في متابعة وتثقيف للمواطن على أهمية العناية بصحته خاصة إذا كان مريض مزمن، يعني إذا مرضه بحاجة لمتابعة وانتباه لأكله وانتباه لنظامه الغذائي ونظامه الحياتي. إضافة لهالشق اللي له علاقة بالأمراض المزمنة، مراكز الرعاية بتقدم خدمات للحالات العادية، يعني ولد بده يتطعم، أم حامل بدها تجي تشوف تعمل متابعة لفترة الحمل، حدا صار عنده التهاب، صار عنده جريب، صار عنده شيء بوجع بالعظم، صار عنا بالمدارس أمراض جلدية إلها علاقة بالأمل بالجرب. كل هاي حالات تستعمل أنه تتابع بالمركز الصحي وينعطالها كمان الدواء اللي هو غير مزمن. فإذا بالدواء في شقين، الشق المتعلق بالكرونيك يلي بتساعدنا جمعية الشبان المسيحية بإدارته، والشق يلي هو نون كرونيك يلي هو أكيوت أو الدواء العادي يلي منوزعه من خلال باكيجز. كمان بيجي المواطن بياخد الخدمة وبياخد الدواء. وتلقيح الأطفال شق كتير مهم ضمن الرعاية لأنه منأمن 10 لقاحات أساسية. وهلأ مأمنين يعني هلأ مأمنين بالمراكز؟ هلأ هيدا الكتير منيح، أنه أنا مش عارفة كنت لو مش مأمنين الناس شو بدها تعمل. إذا بتشوفي ارتفاع الحالات الناس اللي عم تجي على المراكز، يعني هلأ أي لقاحات عم بتتقدم؟ عنا شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، الأبو كعب، الخنوق، الشهوق، الكزاز، الهيموفيلس انفلونزا بي اللي هو نوع من انواع المننجايتس اي السحايا، عندنا السفايرا بي، وعندنا المكورات الرئويه المقترن اي البريفنار واللي كمان بنسميه البي سي في 13. 10 انتيجنز بينعطوا للاطفال من عمر 0 ل 18 سنه مجانا، جوده عاليه لانه بنجيبهم عبر منظمه اليونيسف وحاليا عم تدعمنا يدعمنا الاتحاد الاوروبي بشرائهم، اضافه لانه عندهم سلسله تبريد نموذج لأنه بطمن الناس أنه اللقاحات مش بس بتنحفظ لما في كهرباء، عندنا برادات على الطاقة الشمسية بكل المناطق عم نقدر نحفظ فيها، وعلى الصعيد كمان المركزي ببيروت لنحفظ هاللقاحات. يعني من هيك بدنا نقول لكل الأهل ما يترددوا، بيقدروا يتوجه المراكز الصحية. صحيح. حتى هالأطفال اللي حكيت عنها من عمر 0 لعمر 18 سنة ما يقفوا ولا لقاح لأنه كتير مهم لصحتهم بالمستقبل، ويعني وهيدي ضروره. وما نطلع من كورونا نرجع على شلل الاطفال، بما انه عم اكيد بما انه عم نحكي عن هالشيء. وبدي ضوي على نقطه كثير مهمه، انه لقاحات الاطفال متوفره اضافه للمراكز الصحيه عبر العيادات الخاصه، لانه اطباء الاطفال في تعاون كثير مهم نحن وياهم. بس هي مجانيه عند اطباء الاطفال؟ عند اطباء الاطفال عملنا تعاون معهم لانه ما عم يقدروا يامنوا اللقاح من السوق الخاص، عملنا تعاون نحن وهن، بياخذوا اللقاح من عندنا بيعطوه مجانا، بياخدوا فقط المعاينة يلي كل طبيب بياخدها بعيادته. نحن هلأ تشرين هو شهر الوعي ضد سرطان الثدي، والسنة ما كان في حملة رسمية، بس تعودنا أنه شهر تشرين منضوي أكتر، نعطي توعية أكتر للسيدات. وبعرف أنه يمكن بالمؤسسات الحكومية، المؤسسات الحكومية متوفر بدعم معين ولا لا؟ صحيح، كل سنة كان بيصير هالحملة، بس السنة مثل ما تفضلتي يعني الأولويات تغيرت والإمكانيات تغيرت، وبالتالي رح يبقى بالمستشفيات الحكومية بسعر طبعا مدعوم. وهيدا الشيء يعني كمان ندعي الناس أنه ما تهمل هيدا الشيء لأنه كتير مهم. بدي انتقل لموضوع الكورونا يلي بعده هو يعني اخذ اكثر حيز بالاهتمام والخوف، يعني مش بس محليا انما العالم كله اليوم بين لقاحات. بعرف كان عندك جوله على عكار، وهلأني بس يصير جاهزة ومنشوف هالجولة هيدي، ومستمرة جولاتك على المناطق لتأمين اللقاحات.
صحيح. نحن الكورونا مثل ما بتعرفي انه لبنان كان من الدول اللي مشاركه على المنصه العالميه اللي هي الكوفاكس لحتى نأمن لقاحات، اضافه لشراء محلي تأمن كمان على الصعيد يعني من شركات خاصه، بس هيدا كان مش كافي لنوصل لكل الناس، لانه مش كل الناس عندها تليفونات، ومش كل الناس بتعرف تستعمل الانترنت، ومش كل الناس بتعرف تتسجل على المنصه. وبالتالي كان ضروري انه نعمل هالشيء الاضافي، انه اللقاح متوفر بس لازم نحن نخلي الناس تجي وتطلبه، وبالتالي انها تتعرف شو يعني لقاح، تتسجل على المنصه لتقدر تكون قادره تاخذ اللقاح. هيدا ضمن الجولات اللي عم نعملها، وهيدا كله بينصب، هيدا مش شيء جديد عم نعمله او جهد اضافي، هي واجباتنا اللي لازم نعملها ضمن الرعايه الصحيه الاوليه، كون الشبكه فيها 246 مركز بكل المناطق اللبنانيه، وهن شراكه مع القطاع الخاص، البلديات مساهمين كثير مهمين معنا. كان اول نهار لنا اول جوله ضمن حمله منظمتها وزاره الصحه دائره الرعايه بدعم من فايزر مشكورين، ودعم من مؤسسات اهليه موجوده معنا. زرنا عكار، وبعكار رحنا على 8 بلديات، كنا عم نمشي نعرف الناس شو يعني اللقاح، عم نسجلهم معنا فريق معه تابلت عم بيسجل الناس. كان في تجاوب دكتور رندا؟ كان في تجاوب؟ ما فيني خبرك قد ايه كان في تجاوب، والاعداد رح تثبت هالشيء، لان الناس شو ناقص، شو بدها الناس؟ بدها تحس ان الدوله واقفه حدها، عم تهتم فيها، عم تعرفها على الخدمه، وعم تعرفها على حقها بالصحه. لان اذا بنقول الصحه حق للجميع، لازم نعمل اشياء خطوات باتجاه الناس تفرجي انه هيدا حقهم. كنا بهالجوله بعكار، وبعكار في 25 مركز رعايه صحيه. رح نشوفها لاني بعد لحظات عم نحضر. في عندنا 25 مركز بعكار، كنا عم نبرم على المراكز على بلديات انه نربط بهاللحظه، نشوف المواطن نقنعه ونفوته على المركز يتطعم حسب عمره، وقصه التسجيل ما كانت ابدا عائق بالنسبه لنا. من عكار وين رح تنتقلوا هلا؟ على اي محافظه؟ ب 20 الشهر نهار الاربعاء الجاي رايحين على المنيا الضنيه، ورح نعمل زيت البرمي على مراكز الرعايه. في فريق بوزاره الصحه بيهتم بانه يكون عم نبلغ الناس، نطلع بيطلعوا على المناطق بيحضروا الناس مع البلديات، يعني مع عم تعلنوا قبل بوقت حتى الناس كمان تكون محضره حالها اللي بعد ما نال هاللقاح، نقول له بهالمراكز هيدي رح يكون متوفر، ما تترددوا. صحيح، وما تنسي انه بس اهم شيء يتسجلوا على المنصه، لانه كان في خوف عند الناس، ما كان في وقت كافي يفهم اكثر. بس نحن كل عمرنا بنعطي اولادنا اللقاح لنحميهم، ليه بدنا نخاف هلا ناخذه نحن؟ هي الرساله الاساسيه. واذا بتلاحظي ربطنا لوجو الحمله بأنه لا ينفع الندم، لأن هيدا لوجو قديم، لقحوا أطفالكم لا ينفع الندم، ليعطي ثقة للناس باللقاح وبأهميته، لأنه رح يبقى الوسيلة الأنجع لحمايتنا من هالأمراض، ويلي رح تتحول أمراض موسمية رح نضطر على طول نحن ككبار نتابع اللقاحات لحتى نحمي حالنا. بالضنية كم في مركز تقريبا؟ عندنا حوالي 18 مركز، وبالتالي رح نكون عم نبرم على مع بلديات على هالمراكز الناس يلي مندعيهم لحتى نعمل لهم أهمية، نخبرهم عن أهمية اللقاح. بلحظتها رح نسجلهم، وبلحظتها رح تعطيهم الوزارة هالمنصة تسمح لهم يتلقحوا. والأعمار يعني بس حتى لأنه اليوم صار في طلاب عم صحيح، صار في أطفال. صحيح، من مدعو بكره يشارككم بهالحمله بالضنيه ب 20 شهر؟ كل الناس من 12 سنه الى ما يعني لا فوق ال 65، هيدي الناس. وطبعا عندنا لقاح الاسترازينيكا وعندنا لقاح الفايزر، وهيدي اللقاحات بتطمن الناس انه ما فات لقاح على لبنان له علاقه بالكورونا ما كان امن وفعال. قصه السوشيال ميديا واخبار انه هي احلى من هي مش مزبوطه، لازم يعطوا ثقه لهاللقاحات كونها كلها يعني بري كواليفايد أو معترف فيها ومصادق عليها من منظمة الصحة العالمية. كمديرة العناية الصحية، كمديرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة دكتور رندا حمادي، شو الرسالة تحب توجهيها قبل الحل عنا للمشاهد اللي عم بيشوفونا هلا؟ البعض المرددين يلي كمان يمكن ما عارفين انه اليوم مراكز صحيه اللي عددها 246 هي بخدمتهم. انا بدي اشكر حضورك معنا، وراح ننتقل الى نقل مباشر، نلتقى بكره.